وكمان على الجدل التحكيمي، هيكون عندنا كلام كتير قوي في الموضوع ده اللي بيحصل. يعني يظهر انه الجولة الخامسة من الدوري المصري فيها جدل كبير قوي بسبب التحكيم، بسبب الفار. طب الناس دلوقتي كلها، طب احنا بنطبق تقنية الفار ليه في مشاكل كتير؟ ليه في مشاكل كتير في مباريات كتير قوي أثرت على نتيجة بعض المباريات؟ والحقيقة بتبقى حالات تحكيمية بنبقى مستغربين واحنا بنتفرج، ان احنا الناس العادية مش خبراء التحكيم واحنا بنتفرج، طب ما دي باينة ضربة جزاء، يعني الحكم ماله ما شافهاش ليه؟ يعني كل خبراء التحكيم بيجمعوا ان دي مثلا ضربة جزاء، ليه ما شافهاش؟ ليه ما اتحسبتش؟ ليه ما رجعش الفار؟ فالناس الحقيقه بتبقى متضايقه، الانديه بتبقى متضايقه، بيبقى بيحس انه مجهود ضاع وممكن ثلاث نقط تضيع او نقطتين يضيعوا وينتهي المباراه تعادل لمجرد انه في تقصير من الجانب التحكيمي ده.